تعالي برضه يا رحمه نروح نشوف ونطمن على النشره المروريه، نشوف بقى احوال المرور النهارده عن طريق جوجل ماب، يلا نشوف بينا. اخبار الشوارع، ودايما بنتوقع انه الشوارع المصريه بتكون فاضيه يوم الجمعه الصبح لانه يوم اجازه، ما فيهوش بقى شغل، ما فيهوش دراسه، ما فيهوش لسه حركه، الناس قاعده في صح، البيت. اجازه. اشعه الشمس كمان بتخلي الناس فتره النهار تقعد لو في اجازه تحديدا ومفيش مشاوير ضروريه، طبعا لا يا دلال زي تقعد ما انت في بتقولي صح البيت. جدا، وطبعا اجازه علشان كمان اللي مشاهدين 8 الصبح ودي ام سي يتفرجوا علينا بدري بدري كده ويشربوا كوبايه شاي كده وهم بيتفرجوا، يبقى مستمتعين بفقرات 8 الصبح. وعايزين برضو هو نبدا ناخد الناس في الجوجل ماب من اول صلاح سالم لكوبري 6 اكتوبر، الطريقين فاضيين، اللون الاخضر دايما هو اللي بيشير الى انه في سيوله كبيره في الحركه المروريه، ودايما بننصح الساده المشاهدين اول ما نلاقي سيوله كده بنقلق انه الناس بتسوق بسرعه، فارجوكم التزموا بالسرعات المقرره للقياده. احنا دلوقتي على قصر النيل، الحمد لله ما فيش اي نوع من انواع الزحام، وده طبيعي زي ما قلت لحضراتكم عشان النهارده يوم الجمعه.